واستعداداته لمباراه بكره امام بيراميدز. نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي بمقر النادي بالجزيره، نطمن من خلاله على اخر التفاصيل والاخبار اللي بتتعلق بهذه الاستعدادات. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا محمد، طمنا على اخر الاستعدادات و الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمباراة بيراميدز. هذه مباراة صعبة والهامة جدا في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضي. يعني في اللحظات اللي انا فيها معاك يا امير من ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، يعني بيتم تجهيز الملعب لخوض اخر مباراه لفريق النادي الاهلي زي ما قلت استعدادا لملاقات بيراميدز غدا في 9:30 مساء على استاد القاهره في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر 2020-2021. زي ما قلت الموسم الماضي، يمكن كمان النهارده اكيد زي ما ذكرت في مقدمه البرنامج ان كان في قرعه كاس مصر الجديد اللي خلاص يعني وصلنا فيها لدور ال 16 كمان. يمكن الحمد لله عوده جزء كبير جدا من المصابين في تمرين الامس، عوده علي معلول، عوده محمد عبد المنعم، عوده اليو ديانج، عوده علي لطفي للمشاركه في التدريبات الجماعيه، ولكن للاسف بيغيب عن التدريبات الجماعيه بالامس حسين الشحات، ايمن اشرف، يعني ان شاء الله، وكمان حمدي فتحي. ان شاء الله نتمنى ان مع مرور الوقت يكونوا جاهزين للدخول في التدريبات الجماعيه مع بقيه الفريق. يمكن كابتن سامي مصطفى كان حريص على عقد محاضره فيديو بالامس مع اللاعبين، اتكلم فيها عن اهم نقاط القوه والضعف لفريق بيراميدز منافس الاهلي في مباراه الغد باذن الله، وبعض الجمل الفنيه. يمكن التدريب امبارح كان قوي بعد ما تم منح اللاعبين أجازة يوم الخميس عقب خوض المباراة الأخيرة بالدوري أمام غزل المحلة. فضل الجهاز الفني إعطاء اللاعبين 24 ساعة راحة خاصة في ظل ضغط المباريات، الأهلي تقريبا بيلعب كل يوم حد وأربع، فضغط كبير جدا في المباراة، ومكملين كمان يمكن مباراة بيراميدز ومن بعدها كمان سموحة في اسكندرية يوم الأربعاء المقبل بإذن الله. فطبعا الجهاز الفني فضل إعطاء اللاعبين 24 ساعة راحة مع مواصلة التمرين بالأمس. يمكن كان تمرين بدني قوي يا أمير، خاصة إن ده كان أول تمرين بعد العودة من الراحة. زي ما قلت لك يمكن كان التدريب متميز جدا، كل اللاعبين روح يعني عاليه جدا خاصه مع دخول اكثر من عنصر من فريق الشباب بالنادي الاهلي، ده عمل حاله كبيره جدا من التنافس داخل الملعب خاصه مع يعني زي ما بنقول عدد المصابين كبير في صفوف الفريق. نتمنى ان شاء الله ان كل اللاعبين يكونوا موفقين، والنهارده زي يعني بعد لحظات هيكون المران الاساسي والاخير لفريق النادي الاهلي قبل مواجهه الغد امام بيراميدز. يمكن كابتن سامي قمصان حاليا برده في محاضره فنيه مع اللاعبين في غرف الملابس، من بعدها هيكون خوض المران الاخير زي ما قلت لك على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، ومن بعدها هيكون اعلان قائمه من 23 لاعب للدخول في معسكر مغلق ان شاء الله ليله المباراه او الليله في احد فنادق القاهره، وان شاء الله بكره هيكون التحرك الفريق باذن الله في 7:30 مساء لاستاد القاهره، وان شاء الله يكون معاه توفيق ربنا وكل دعوات جماهير النادي الاهلي بالفوز والصعود لدور الاربعه وملاقاه بتروجيت باذن الله. توفيق كنت عايز اسالك بخصوص، انت قلت لي ان حسين الشحات وايمن اشرف وحمدي فتحي ما اتمرنوش امبارح، هل من الوارد بعد ما ران النهارده او خلال التدريبات تكون حالتهم بقت كويسه وحد فيهم مثلا ينضم للقائمه، ولا هم خلاص مستبعدين تماما من مباراه بيراميدز بكره؟ يمكن لما اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبلة يا امير يمكن قال لي هيتعمل للاعبين اختبار اليوم وهيتم مدى يعني معرفه مدى جاهزيتهم من عدمه، ولكن اعتقد ان فرصه الثلاثي هتكون صعبه جدا في اللحاق بالمباراه، ولكن يتبقى يعني اللاعبين تحت امر الجهاز الفني سواء علي معلول، حمدي فتحي، علي معلول عفوا، علي لطفي او محمد عبد المنعم او اليو ديانج، هم تحت الجهاز امر الجهاز الفني من الناحيه الطبيه جاهزين، ويتبقى يعني الاختيارات الفنيه للجهاز الفني ده حق اصيل ليه طبعا، سواء في الاستعانه باحدهم او يعني او كلهم في المباراه سواء لبعض الوقت او طول الوقت، ولكن ان شاء الله يعني حسين الشحات، ايمن اشرف، وحمدي فتحي يكونوا في القريب العاجل ان شاء الله موجودين في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ويكونوا يعني زي ما بنقول يعني عتاد من عتاد الفريق خاصه في ظل ضغط المباريات بشكل كبير جدا يا امير، سواء الدوري او كمان بطوله الكاس. النادي الاهلي يمكن اكتر نادي مضغوط بقاله مش بس السنه دي، يمكن من 3 سنين فاتوا، فان شاء الله نتمنى ان الفتره الصعبه دي تعدي على خير خاصه من ناحيه الاصابات، لان النادي الاهلي اعتقد محتاج كل لاعب في صفوف الفريق عشان يقدر يعدي المرحله الصعبه دي من عمر مسابقه الدوري العام وكمان من عمر مسابقه سواء الكاس القديم او كاس الجديد كمان باذن الله تعالى. طيب بما انك اتكلمت مع الدكتور احمد ابو عبله يا توفيق، عايزين نعرف موعد انضمام اكرم توفيق للتدريبات الجماعيه للاهلي، خصوصا بعد ما خلاص تم يعني الاعلان. يمكن اكرم ماشي بمعادلات ان هو يعني الدنيا بالنسبه له كويسه جدا وقريب هيبقى موجود في التدريبات الجماعيه، هل تحدد موعد انضمامه للتدريبات ولا لا؟
بالتحديد امير يمكن لسه لم يحدد موعد محدد لعوده اكرم توفيق، ولكن دكتور احمد ابو عبله يمكن لما اتكلمت معاه عن اكرم قال لي احنا مش عاوزين نستعجل على اكرم، يعني خلاص بقى في بروتوكول شبه يعني بروتوكول عالمي كده ان ما فيش لاعب يشارك في المباريات او في الالتحامات غير بعد مرور 6 شهور من الاصابه بالتمام والكمال. قال لي يمكن اكرم بيستجيب للعلاج وماشي بمعدلات رائعه جدا في برنامج التاهيل بتاعه، ولكن ده يعني زي ما قلنا امير يعني اصبح بروتوكول عالمي ان اي لاعب يصاب بالرباط الصليبي على مستوى العالم الاطباء يعني بيفضلوا عدم مشاركته في المباريات الرسميه او في حتى التدريبات الجماعيه والالتحامات قبل مرور 6 شهور بالتمام والكمال. يمكن على هذه الحسابات يمكن اكرم بيقول ان هو يتبقى تقريبا شهر ان شاء الله ويكون موجود في التدريبات الجماعيه. اعتقد ان اكرم كمان من اللعيبه يعني زي ما انت بتشوف دايما حتى لما تكون موجود هنا في التدريبات يا امير من اللعيبه الرجاله قوي اللي سبقت ناس كتيره قوي لو في نفس التوقيت كان عندهم نفس الاصابه، ولكن اكرم بعزمته وبرجولته دايما سابق كل الناس ومعدلات اكثر من رائعه، ولكن الجهاز الفني والطبي هنا في النادي الاهلي بيفضلوا عدم الاستعجال لان اكرم من اللاعبين المهمين اللي محتاجينهم على مدار سنوات ان شاء الله ويكون مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله. توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من داخل استاد مختار التتش بالجزيره واستعدادات الاهلي لمباراه الغد، طمنا على كل الامور. وانا بقول لحضراتكم اكرم توفيق قدامه اقل بالظبط من شهر يكون متواجد في التدريبات الجماعيه مع الفريق باذن